فانت دي طب فاروق، البعض هيقول البعض هيقول برضو وهو بيسمع كلام حضرتك ان ليه كابتن فاروق جعفر ما كانش بيقول الكلام ده وقت ما كان مجلس الاداره المنتخب برئاسه مرتضى منصور، او المحامي مرتضى منصور مش لعيب الكره لما كان موجود؟ ما كانش فاروق جعفر بيقول دوت ليه؟ انا كنت موجود مع مرتضى في الفتره اللي انا كنت ماسك ملف الكوره قبل امير، واشتغلنا في الملف ده وعملنا نتائج كويسه وخدنا بطولات والسوبر وبطوله افريقيه وكان يعني انت بتقول لحضرتك ان مرتضى منصور كان بيستعين مثلا بواحد من النجوم او واحد طبعًا من الرياضيين زي حضرتك؟ وعلى فكره وحسين اللبيب، يعني انا مثلا كابتن حسين لبيب كان بيستعين بالناس دي. اللي قبليه كان في مشاكل شويه عند اللجنه دي اللي هي الاولى، ما كانش كلها عندها خبرات عن الكوره، ودي كانت مشكله شويه حتى في تجديد اللعيبه. لكن بعد كده احنا في الجهاز المنتخب، انا برضك مش بتكلم على مرتضى، بتكلم عن النادي، ان النادي خد بطولات واتحسبت اتحسبت له بطولات ومشي كويس. السنه اللي بعديها او السنه اللي جه فيها المجلس بتاع عماد بيه والمجلس بتاع كابتن حسين عملوا شغل، وكنا الشغل يمكن اسال حسين، يمكن يعني لو اتكلمت مع حسين احنا كنا شغالين بنظام ملف الكوره ما حدش يجي ناحيته غير ما انا لازم. عشان الكابتن حسين لبيب برضه له خلفيه رياضيه، لان واحد كان انا بقول لك من نجوم كره اليد. طب بس انت جيت لمرحله ان انت مسؤول عن دي، وانا كنت اختلف معاهم، لكن في الاخر كلمتي اللي بتمشي. يعني في الاخر كلمتي اللي بتمشي، عشان دي شغلتي. حد ما واحد يكلمني دي شغلتي، انا افهم فيها اكتر منكم. حتى لو هو رجل اعمال، ما ممكن هو يجي مثلا راجل اعمال بتاع عربيات انا ما بفهمش زيه، مثلا بتاع مثلا ساعات ما بفهمش زيه، مثلا بتاع مثلا اي حاجه موتوسيكلات اي حاجه انا مش بفهم زيه. لكن أنا في حاجات بتاعتك انت راجل متخصص فيها وانت عايش فيها مثلا 30 40 سنه، فعندك الخبرات اللي تقدر تتكلم بيها، ومريت بظروف زي دي وشواهد زي دي انت مريت عليها، فانت بتكتسب الخبرات. لكن ما تجيش تقول لي انا معايا فلوس تعال هات اللي معاه فلوس ده يبقى في المجلس، لا الكلام ده لا، يبقى احنا داخلين في موضوع تاني خالص. احنا هنقلب بقى للكوره لتجاره لافكار لاستفاده لتوظيف اموال، لا 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 ما ينفعش الكلام ده. فريق يعني خلي بالك لما تيجي تدي اللعيب، انا هقول لك مثل صغير، لما تيجي تدي دعم اللعيب وبعدين ما بتيجي اللعيب ده عايز يتباع، طب انت جبت لعيب ودفعت فيه فلوس وبعد كده اللعيب ده اتعرض للبيع، طب اللي دفع الفلوس في الاول ده استفاد ايه؟ انت كل ما انت قاعد تقول ده هو اشترى وهو كان ليه يعني ليه القرار الاول في شراء اللعيب بدفع اللعيب، وبعدين اللعيب ده اتباع، انت استفدت ايه؟ الكلام اللي عايز اعرف الدراسه، عايز الخبره، مش عايزين احنا. انا بقول كمان الحاجه المهمه، توقيت الانتخابات مش مناسبة خالص لنادي الزمالك. يعني توقيت الانتخابات غير مناسبة لنادي الزمالك. يعني مش أحسن حاجة. المفروض أنت بتختار توقيت كويس، التوقفات فيها كويسة، الاستقرار ولو عندك فلوس محجوزة عليها أو أي حاجة أنت لازم تستقر، ويبقى عندك رأس المال اللي تقدر تشتري اللعيبة اللي تقدر تطور بيها اللعيبة، تطور بيها النادي بتاعك. هو ده الأفكار اللي أنت هتشتغل عليها، لكن أنا مش معنى إن أنا مثلا اتزنقت في مباراه او في بتاع او خسرت بطوله، ما مش الزمالك ما بياخدش بطولات على طول ولا الاهلي بياخد بطولات على طول، ودي الكوره. لكن مش معنى ان انا اخسر بطوله ابقى انا هتجنن ان انا عايز ارجع اجيب بطوله ثانيه على حساب اي حاجه، لا ما ينفعش. وعشان تحضر فرقه ما تقدرش تحضر فرقه في 6 اشهر ولا 7 اشهر، انت عشان تاخد بطوله كان عندك الفرقه من 2018 خدت البطوله سنه 21 22 22 23 او 20 21 21 22 خدت البطوله. يعني حضرت سنتين. هي دي الكوره، يعني هي دي الكوره وهي دي متعه الكوره، ان الكوره مش بتاعت حد. اول ما تنزل الملعب انت لا انت صاحب الكوره ولا اللي منافس صاحب الكوره، المقاتل المنظم اللي بيلعب عشان عنده هدف في الملعب هو ده اللي بيبقى صاحب القرار في النهايه.